جواو بيدرو بالنسبة للاعب الكامبين بعد غياب دام لأكثر من شهرين أن يستمر على نفس المسيرة أن يكمل السكري أفضل الذئاب يقتربون عن باستمرارية لعب الكرة بتعود باتجاه قابير صاحب العطاء الكبير وفي نتائج طيبة قدمها بالتأكيد أمام الاتفاق في الموسم الماضي النتائج كانت بالتأكيد من يدير الاتفاق إنه أسطورة بأنه أكبر رصيد نقطي جمعه الاتفاق في تاريخ ماتيوس كاسرو في الفترة الأخيرة تحديدا منذ أو حتى قوة موسى ديمبلي كمحطة التعاون في تاريخ مواجهة الفريقين لدينا تفوق اتفاقي بفارق مباراة الكل يتراجع إلى منتصف الملعب لا تشاهد أخرى ومن ثم تقديمه بصورة ممتازة جدا بتعود أشرف مهداوي استلام جميل مرور جميل وبعد ذلك يزين لواحد من اللاعبين الذي بالتأكيد يأتيك وهو خور التمرير باتجاه مهداوي تغيير اتجاه اللعب بصورة لكن هنا جاك هندري عادت إلى مهداوي لم نشاهد مايلسون سانتوس في أي تصدي لم نشاهد أي تصدي التعاون أقرب الكرة بتعود سلاح المرتدات أشرف والمرور في الجهة اليمنى بالنسبة للمهاجم البرازيلي الذي كان عنده تجربة رفقة النمغي أيضا في الأدوار الدفاعية ولدينا أشرف مهداوي شوفوا لازال كل لاعبي الاتفاق يتواجدون في منتصف ملعبهم والكرة تبقى لفريق واحد ويبقى الهجوم في اتجاه واحد في كل مكان نصف ساعة بتعدي ما بالصراع بالقتال يبحث عن أحد الزملاء المحلي في هذا اللقاء قدم أداء طيب في مباريات لكن هذا الكونغول اللي بيقدم مباريات طيبة ذلك تتخلص لتصل من جديد باتجاه أشرف مهدي أو تصدي آخر راح نشوف مهداوي الله أشرف مهداوي أشرف مهداوي فخامة الأداء والتنفيذ تكفي يا أشرف عون بشكل جميل يا عون بشكل جميل يا عون لحظة التعادل سبحان الله كثير من الفرص لكن واحدة كادت أن تكفيه كادت أن تسمع التعاون نفسها في حراسة المرمى مايلسون كرة عادت إلى أشرخص حصلها ومررها والكرة بعد ذلك باريس الكرة ملعوبة على طول باتجاه الأولى كرة فيها التمريرة فيها العرضية وفيها 1-0 1-0 في تاريخ مواجهة الفريقين يجدد عقده مع الفريق عقده الذي مل طيب حقيقة في مباراة اليوم وفي أيضا عديد المباريات باتجاه موسى ديمبلي يا عيني يا أشرف الهدف الثاني كانت أولا من مهداوي أفضل حارس في القارة الأفريقية هذا اللقاء بهدفين دون رد يتقدم التعاون بحثا عن حال الأمام عبد الملك تحضير أشرف استلام وفي لقطة الهدف الثاني وينجح بأول صناعة تهديفية هذا بالنسبة لنتيجة المباراة ولو أن 2-0 واحدة من أخطر النتائج في عالم كرة القدم الكرة بدأ سجل هدف وصنع آخر أحمد يحاول مهداوي في كل مكان